يعني اتكلمنا عن الوداد ولكن ما اتكلمناش برضو عن سان داونز. في حاله لقاء النادي الاهلي، هل يعني ممكن نلاقي ساعتها رهبه بسبب طبعا النتائج اللي فاتت، يمكن على مدار السنين اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا، يعني نتيجه الخمسه دي اللي حصل مرتين يعني للاسف مرتين من سان داونز قصاد النادي الاهلي، يمكن دي سايبه حتى في الجماهير يعني شيء من القلق كده دايما. زي ما قلت لك من شويه، هو الفريق الاكثر تكاملا هو سان داونز، فريق عنده عناصر كتير مؤثره جدا، بنتكلم على عناصر سواء موجوده في المنتخب الجنوب افريقي او حتى على صعيد منتخباته، بنتكلم على واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في دوري ابطال افريقيا بيتر شالولالي، كاسوس مايلولا، لعيبه كتير جدا مؤثره ومهمه في سان داونز. لكن خليني اقف معاك عند نقطه مهمه جدا تخص الاهلي مش تخص سان داونز، انه في مباراه بريتوريا، في مباراتي سان داونز ذهابا ايابا، كان مارسيل كولر لسه في مرحله تعلم افريقيا، لانه افريقيا بتلعب بمعايير مختلفه صحيح. واليات ما كانش لسه مختلفه عنده تماما، الخبرات الافريقيه الكافيه. ده رقم واحد. رقم اثنين، هو عنده نزعه هجوميه بشكل كبير، عنده فلسفه هجوميه، لكنه اللي اثبته مارسيل كولر لاحقا بعد مباراته واللي كانت نقطه فاصله وتيرنينج بوينت او نقطه تحول عند مارسيل كولر، انه بعد ده لا ابتدى يغير فلسفته، يعرف ان في بعض المباريات صحيح تكسب ولا تلعب، صحيح في بعض المباريات بتلعب على الشكل والتنظيم التكتيكي اكتر من الشكل المهاري والهجومي، زي مباراه امس رغم الفارق الفني الكبير ما بين الاهلي والترجي، الاهلي اعتمد على التحولات واعتمد بشكل كبير انه بيلعب كومباكت جيم وقافل ملعبه عشان ما يستقبلش من الترجي، نفس الامر حصل في مباراتي الرجاء بالمناسبه اللي الاهلي اعلى فنيا بكتير، مباراه الذهاب ومباراه العوده في المغرب اعتمد على الكومباكت جيم، قفل ملعبه، امن دفاعاته بشكل جيد، اعتقد انه هيسير بنفس النهج امام سان داونز ومش هيندفع بنفس الشكل مره تانية زي مباراه الذهاب ومباراه الاياب. اعتقد شخصيه النادي الاهلي في افريقيا مليون في الميه. سان داونز الفريق الاكثر تكاملا، ذكرى سيئه بالخماسيتين، لكن في النهايه انت بتتكلمي على النادي الاهلي. صحيح، والنادي الاهلي غير في النهائيات. كبير القوم، كبير القوم في القاره بلا شك، شخصيه الاهلي مختلفه تماما عن اي فريق، خاصه في المباريات الاقصائيه والمباريات الحاسمه. طيب.